التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي برئيس لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب بحضور زعيم الأغلبية البرلمانية. وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات التي يتم عقدها باللجان النوعية بمجلس النواب لاستعراض ومناقشة عدد من الموضوعات وملفات العمل المشتركة، بما يعزز أطر التنسيق والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تحقيقا لمصلحة الوطن والمواطنين. تناول اللقاء مناقشة دعم المستثمرين المصريين في مجال البحث والاكتشافات البترولية وتشجيع الاستثمار لإنتاج الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة والاستثمار لإقامة مصانع لتدوير المخلفات.